السلام عليكم اخوان، شلونكم حبايب؟ شلون صحتكم؟ اليوم ما عاد ثلج، بس اليوم شوف شلون شمس، بس باوع الجو شلون مغيم. اليوم راح تبني مطر من الساعه 5 العصر لثاني يوم الصبح. يعني شلون كان ببغداد مطر البارحه قوي، الله يساعدكم عليه، وفاضت الشوارع. احنا عمي ما تفيض الشوارع، احنا لو تمطر 10 ايام متواصله ما تفيض الشوارع، ما عندنا شيء يفيض الشوارع، بس الله يساعد بغداد خطيه. اي والله بغداد دهوك، العراق كله، البصره، يعني من 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 تمطر عليهم الله يساعدهم، والله تغرق بيوتهم والشوارع تفيض وتنسد المجاري والمرازيب اللي بالسطح تنسد كلها، وينزل المي من البيتونه خطأ. يعني هذه الحاله احنا عشناها، هاي الحاله احنا عشناها، يجي هواء عالي العلاليق تطير تسد المجاري المرازيب الفوق من السطح، من سدت المرازيب من السطح بعد تعلق، يطوف المي بالسطح وين ينزل؟ من البيتونه، من باب البيتونه، ويغرق البيت. وها تعالي ام فلان نظفي، وتعالي ام فلان جيبي، وهاي البنات، وها جيبوا الوصال. ها هي اخوان، اليوم هذا الفيديو اريد اقدمه مثل تحيه للاخوه المتابعين، والله العظيم والله العظيم اخوه متابعين. يعني فتشي اول ما نزل الفيديو، اول ما ينزل الفيديو يشتغلوا تعليقات، يعني وذيك التعليقات الحلوه، ما احكي لكم على التعليقات الحلوه، والله خل اعدي لكم الناس اللي اول فيديو ينزل هم هيك يسوون، يعني يعلقون دائما. عندنا هيثم العبيدي، عندنا يوسف من كندا، حبيب جعفر، يزن العراقي، رعد ايليا من امريكا، مهند من ألمانيا، أبو أوستن من أستراليا، كيل أم أخونا من بغداد. طبعا هذول ليش جاي عندهم؟ أول شيء أنا أشكرهم من كل قلبي على تفاعلهم وعلى تعليقاتهم وعلى وضعيتهم الحلوة، وعلى يعني والله العظيم والله العظيم إيش قد ما أشكرهم قليلة. نكمل، عندنا مهدي، عندنا حيدر دحام من النجف، يعقوب الحلفي، عندنا من النجف متابع ما أعرف شو اسمه وتحيتي إله، والله ما أعرف اسمه، محمد النجار من ألمانيا، عندنا طالب إعدادية أحمد همينا، كل ما نزل يقول والله دا أقرأ وعفت الهاي أنتظر الفيديو مالك. عندنا ولد اسمه أفينيو بالإنجليزي اسمه، عندنا حسن البصراوي، عندنا محمد علي، عندنا مؤمل التميمي، عندنا سلام عباس، عندنا علي علي، عندنا مسلم الإبراهيمي، عندنا أحمد عبد، عندنا موكيكي من كندا، وبعد أكو أسماء عذروني هم راح أذكرها بالتعليقات الجاية إن شاء الله، التعليقات الجاية هم أذكرها وأذكر أسماءهم. وتحية من قلبي ومن عيني ومن عقلي لكم، والله العظيم يعني انتوا ناس كفيتوا وفيتوا، يعني واحد عنده هالنماذج الحلوة الرائعة اللي تعلق حلو كلش كافي، كلش كافي. زين انا لا اريد يعني والله لعيونكم انتوا جاي اني انزل الفيديوهات، والله اقول خاف اتأخر عليهم، حتى لو ماكو شيء، حتى لو ماكو شيء، حتى لو اي شيء اكتب لهم. شوف اخوان، هذا الفرخ اللي خليته اللي شلته منه، تتذكرون ذاك الفيديو شلته منه بقى اخوه، شلته خليته نابع شلون موكليه، الحمد لله هذول ماكلين هم يعني. يعني طبعا جاي يطلع عندي بالفرخات، اعتقد يعني، ولازم يطلع بدرنقات ما بيه مجال، لو جوزيات، فجاي يطلع، جاي يطلع جوزيات. يعني هذول ستشوفوهم، هذول الاب درنق والطيره حمراء، الاب درنق والطيره حمراء، شوف ايش ذبوا واحد احمر وواحد، يعني ممكن هذا جوزي او بدرنق، والله ما اعرف شو الحاشيات ماله بيض الهاي، طبعا هو ما يبين الا يصفى، بس ممكن يكون بدرنق، ممكن ما اعرف بعد، لان بالله خلينا نشوف منقاره، اي منقاره ابيض اظافير ابيض، ممكن يكون بدرنق هذا، والله ما اعرف.
خلينا نشوف. انا ما... على فكره على فكره انا ما اكره البذرنقات، انا كلش احب البذرنقات لنعرف شنو زقهم. هذول صغار، شوف هذول هذا التباين بالفرخ، شوف هذا التباين، واحد كبير كلش واحد صغير، هذاك ياخذ الزق كله بس يكبر هذا يبقى بلا زق. هذا لازم القيله غير عمر مقده، القيله غير عمر مقده زين. ف هذول الفرخات، هذول اثنينهم نفس اللون، هذول اثنينهم شو اسمه، اثنينهم يعني حمر، هذول هم صغار، شوف هذول صغار كلش، هم يعني احتمال ذولا بالله هذا فحل الأغار والجوزية الطوخ، احتمال يطلعون جوازي ذولا، احتمال، لأن الأماية جوزية طوخ والفحل أبوه جوزي. زين هنا بيض، هنا بيض، هنا أنا ماكو شيء، هنا أنا أعتقد هنا أنا فرخ يمكن، لا هنا بيض، اي بيض هنا انا مرح على فقاس، هنا انا بيض، امي انا بيض، هنا انا افراخ. والله هذا البذرنق يعني ماكو يشفع الحنين، والله العظيم هذا الفحل كلش حلو. دول عندي مشكله، شوف شوف المشكله مالتي شنو هي، مشكله الطاسه مزروفه، شوف هذا دخل بالطاسه، طاسه مزروفه، خلي اسويها ويا اخوان، ابقوا وياي. شوف اخوان بدلتها، يعني شيء مكسوره بدلتها، خليت هذه ضربتها برغي قاعده بمكانها حلو، وهذه اخذتها خليتها هذا البدرنج نام عليهم للافراخ حتى لايها، لان بداوا يطيحون وتحصل رجله بالكسر الجوه. زين انتبهت له ليش اخوان؟ اقول لكم دائما انتبهوا للافراخ، دائما راقبوا الافراخ دائما، لان ما تعرف شو يصير بيها. زين أريد أحكي بهذا الموضوع همينة أخوان. خبرني ابن عمي عنده زواج، قلت لكم ذول اللي يطلعون درجة أولى دائما يفوزون، فعازلهم بخانات لأن ذول ما يقدر يزوجهم شلون ما كان، لازم مثل الحمر مالتي، هذول لازم يذب الطيرة على الفحل، الفحل على هاي الطيرة، هاي شنو أبوها شنو ما، فعنده أزواج تطلع طيور يسابقون درجة أولى، يعني يجيبون نتائج درجة أولى. أوكي هاي خلصنا منها. شنو دا يصير عنده؟ دا يصير عنده خطية التهاب قصبات تنفسية، يعني دا يصير عندهم تنفسية، فانطيت علاج ينطيهم بالحلق. أي واحد عنده تنفسية يحط له أموكسيلين، يفتح الكبسولة، يفتح الكبسولة الباودر يديره بحلقة ربع كبسولة، يعني الكبسولة يسويها مال أربع مرات، يعني أربعة أيام، يومية الصبح ربع كبسولة يطيب، أربعة أيام يطيب الطير. زين بدأ يتلقح، ذولي يلقحون ذولي، ذولي يلقحون ذولي، الخانات خانات بدأ تتلقح شيء على شيء. فقال لي ذولي شو أسوي لهم؟ قلت له لازم تعقم برجك، معناها طشت هاي بالبرج، فأنت تعرف شوف هسه طير من ينزل، شوف هساي من تنزل بالهواء طارت، الهواء ماله طير السبورات مال البكتيريا، هي بكتيريا حتى ما ترى بالعين المجرده، فتطير بالهواء. انت تشوف هسه الهواء باوع علي هذا، هسه شوف تعال افتح لك الباب خل طب شوي شمس، باوع التراب اللي يصير يبين، فهي بكتيريا اصلا ما تبين، فتطير بالهواء. هاي البكتيريا من تطير بالهواء تسبب اصابات للفرخات، يعني تنتقل من حله لحله، من خانه لخانه، خاصه اهل الخانات سووا تهويه، يعني بالعراق غير شكل، لان بالعراق اكو تهويه قويه والجو مو كلش بارد، هنا أنا ما يقدر يسوي تهويه قويه لان الجو بارد يموتون، فلازم التهويه تكون قليله ودائما ندفى البرج. زين فلذلك اقول لكم اخوان سووا تهويه للبرج، دائما سووا تهويه للبرج، خلي البرج يتهوى حتى لا يصير عندك اصابات تنفسيه او غير اصابات. هاي بالنسبه للهواء، يعني من يصير عندك البرج مخنوق يصير عندك اصابات تنفسيه. فعلمت طريقه، قلت له عقم البرج مالك، اكو بخاخ عندنا، بخاخ تعقيم مال البشر، يعني يعقم الغرف، يعقم الـ يعني المكانات،
فهذا البخاخ قلت له ضربه بالبرج لأن هو ما يأثر على الطيور. هذا ما يأثر على الطيور، هو عبارة عن نسبة كحول 15%. فهذا يعقم، قلت له عقم المكانات كلها، هسه برجك يصير كل زين. بدأ الولد يشتغل، عقم البراجة، عقم الهذي. فننتظر فد يومين ثلاثة، إذا ما صارت عنده إصابة يعني معناه نجح الموضوع. بالنسبة لكم إخوان وراء المطار اللي أريده من عندكم بالعراق، نظف الأبراج مالك تنظيف كامل، وعقم الأرضية خليها تنشف، وضربها نفط الأرضية حتى الكوكسيد تخلص من الكوكسيد، يعني تنظف الترايش، تنظف القاع، تضربها نفط أو غاز أو ديتول أو أي معقم، تضربها للقاعية، طلع الطيور برا، اضربها القاعية تنشف، ودخل الطيور، اضرب الترايش همينة ودخل الطيور حتى تخلص من الأمراض، لأن هسه بالرطوبة ينتشر الكوكسيد. الكوكسيد هو قلت لكم شرحت لكم، روحوا شوفوا الفيديوهات القديمة، شوفوا الفيديوهات القديمة أنا شنو شارح على الكوكسيديا زين، تفصيلها تفصيل الكوكسيديا شارح لكم يا آني. فروحوا شوفوا الفيديوهات القديمة مالتكم حتى يصير عندكم علم إنه هذه الطفيلي شي يسوي، هذا الطفيلي مال الكوكسيديا شي يسوي. نظف الأبراج، خلص من الرطوبة، خلص من الـ من الـ من الـ يعني الرطوبة اللي بالبرج، نظفها عقمها حتى تبقى طيورك زينة. وبالنسبة لأهل الخانات دائما يعني أنصحكم دائما نظف الخانة ولا تخلي رطوبة توصلها للخانة، يعني بطل ما المي ينقلب شوية مي بالهذي. هسه أنا شوف هسه هاي يابسة يابسة، هسه راح يجي فترة تصير رطوبة بيها من الأفراخ، لأن يعني الأفراخ راح تبدي تكبر، شوف أضرق، فلازم أبدي أنظف. هسه حاليا ما عندي شيء، يعني ما اخاف من شيء لان ماكو شيء زين، بس اشغل لهم الساحبه، خلي بس اشغل الساحبه لحظه بقوايا. شوف هاي الساحبه، شغلت الساحبه حتى لا يصير عندهم الوخمه. اوكي حبايب، لان انا هذا فيديو بالحقيقه كان الغايه من الفيديو إنه أنشر أسماء الناس الروعة، الناس الروعة اللي 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 تعلق لي. ماشي حبايب، شكرا جزيلا إخوان. بس التراويكم شلون إنداري الفرخات، شوف هذا فستق عبيد، هذا كله فستق عبيد. شوف أجيبه أخليه بالمثرامة، بالمثرامة هسه أشكل المثرامة. أبقوا وياي، شكل المثرامة سنبدي ننشره لما من فوق ينزل جوه. ننشره كل ضاوي من فوق كله ينزل جوه، ينشره حياة. هذا المياه ناعم، شوف الترم ناعم، شوف الترم ناعم، الترم من فوق همينة. طفيها، فك الواير زين، نجي بس افرغها هنا، بس دقيقة ابقوا وياي. شوف هذا فرغناه هنا، هسه نروح نذب لهم اياه، نفسدها هاي، لان هاي اذا حس بيها ابو الويو يملخنا. طفي الضوء، انا نروح نذب لهم اياه، لان ذولا هذا من يزق الفرخات هذا عباره عن دهون، يعني اي دهون بالعربي يسموه، فهذولا من تنطيهم. شوف الشباب بعد من راح نطيهم، شوف شوف تعال 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 شوف شلون يحبوه باوع. هسه شلون اكل بالمعلف ما اكله، بس هذا لا، شوف هذا شلون ياكلوه باوع، سيجون ياكلون كلهم بعض، كله شيتت، شوف كله شيتت، لان يحبوه حيل يحبوه. وهذا من يزق الفرخ، يزقه من هذا الاكل،
بعد الفرخ هم يحتاج شيء، خاصة الفراخ صغار من هسه تبدي تزقها زق زين وزق متروس يعني تترس معدتها، أنا خليهم يأكلون. بس تراويكم شلون تداريها الفرخة، يعني مو بس لقط، يعني الفرخة أخوان والله مو بس لقط، اللقط ما ينطيها كل شيء، حتى لو لقط منوع، حتى لو لقط بيه كل شيء ما ينطيها كل شيء. الفرخ لازم توفر له بروتين، كربوهيدرات، فيتامينات. شوف أساني بالمي فيتامينات بخلي لهم، وهذا اللقط دائما نطيهم دهون وكربوهيدرات وكل شيء، يعني حتى نطلع فرخ زين، وإن شاء الله تطلع فراخ زينة إن شاء الله حبايب. ماشي يلا اخوان، اكو موضوع اريد احكي وياكم بيه. هذا الموضوع موضوع الفرخات. شوف ليش اللي عندهم خانات يرتاحون من موضوع انه الفحة اللي يظل يلحق الطيرة، بس يكبر الفرخ يصير هالقد يظل يلحق الطيرة يطارد عليها زين، يظل يطارد على الطيرة ماله. شوف السادة باوع طارد على الطيرة ماله، هي عدا فراخ. شوف 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 طارد على الطيرة باوع باوع طارد، هي عدا فراخ صغار، فراخ صغار بعدهم ما كملوا حتى 10 أيام ما كملوا، فكل الطارد. شوف ساراوي كذا باع هذا البدرنج الله، شوف هذا فرخاته هم أنا ما كملوا بعدها يطارد عليها. فبالخانة يعني هواية أفضل من هاي الطريقة، يعني هاي الطريقة بصراحة أخوان فاشلة، يعني مال تزوجهم هيك وتخليهم فاشلة، لأن هذا راح يلحق الطيرة ما يزق الفرخ، الفرخ يظل تعبان ما يأكل الفرخ فيظل تعبان زين. هذا شنو قاب راح ينطي مصرف يقول له راح اشتري من الدكان وكل، لأن يعني ما راح يزق، راح يلتهي بالطيرة، يظل يلحق الطيرة يلحق الطيرة يلحق الطيرة إلى أن إلى أن إلى أن تبيض، إلى أن تبيض يرجع يزق الفرخ. بس هذا شقد يراد لها؟ يراد لها تقريبا 15 يوم يموت الفرخ، فلازم نعزل الطواير. هسه الطيور مو نفس العمر حتى نعزل الطواير بعدها، يعني الافراخ اكو افراخ صغار اكو افراخ كبار، بس مستقبلا راح نعزل الطواير. فجاي افكر بالمستقبل راح اسويها هاي خانات دائمية، بس تعرفون يعني الخانات الدائمية يراد لها يومية تنظيف ويومية اكل وشرب ويومية تحط لهم يعني تداريهم، بس بالخانة تتعب بيها بس ما تحير بالفرخات، الفرخات تطلع 100%. هسه الفرخات ما تطلع 100%، بس يكبر طارد. بس شوف هذا ايش قد ايش قد الفرخات باو باو باع الفرخات ايش قد طارد عليها. شوف شوف هاي الفرخات ايش قدها باو باع ايش قدها طارد عليها. هسه هذا ايش قد هذا بعد راح يبدي الحشف ما ماكل، حتى ما ماكل باع هذا وهذا ما ماكل. بس جاي اسوي انا جاي ازقهم شويه، يعني مسوي هاي الخبطه. شوف هاي الخبطه، هذه الخبطه بروتين ومواد غذائيه وما ادري شنو. شوف هذه باع اخوان هاي الخبطه، انا جاي ازقهم هاي الخبطه هسه، هم راح ازقهم هسه بس اخلص حكي وياكم هسه ازقهم. هاي السرنجه بلاستيك، هاي بلاستيك حتى لا تأذي حلق الطير، وجاي ازقهم. ونفس الشيء بالنسبه للزواجل، عود الله يكرم الزواجل، قلنا هاي الزواجل زينه يعني حنينه وتزق افراخها، هم طلعت كلبه ما تزق الافراق. ابقوا يا خلي ازق ذولا واقول لكم بعدين. شوف اخوان زقيتهم باوع، شوف كل واحد بعته شلون صارت، بس هاي ما ترهم، يعني انا ما اقدر كل مره اجيبهم ازقهم اجيبهم ازقهم، يعني لازم غير فحل يزقهم. بس هذولا خلينا نشوف هذا زاقيه، اي زاقيه زين. شوفوا اخوان هذول ابوهم بدرنج وامهم حمراء، هذا طلع يعلم الله بدرنج يعلم الله بدرنج، وهذا اخوه احمر، فما اعرف بعد يبين. شوف يعني هم رايكم انتم، لان قصته حمر بيضة بس بيريش كان ابيض، والله ما اعرف اخوان. يغش الفرخ يغش يغش جدا جدا، الا يكمل الا يكمل الفرخ. ذولا صغار بعدهم ما نعرف شنو، ندور بس على الكبرانين، بس على اللي كبرانين، هذولا كبرانين. شوف هذا، شوف ليش قلت لكم اخوان الموشم احمر، بس هذا رغم ما من قاره ابيض، شوف ولا موشم، بس هذا يطلع كلش حلو
هذا احمر امي انا بس هذول الكبار، البقيه والله اخوان كلها صغار يعني ما تبين. هذول الام جوزيه والاب احمر ابو جوزي. ف بس خلصتك هذول ما كيهم زين، هذول اعتقد يطلعون جوازي يعني، هذول يطلعون يعني اعتقادي جوازي ذولا زين. عندنا ذولا هم هذول يمكن يطلعون حمر يعني ما اعرف، هم من بينين بس موشم، شوفوا موشم ولونه اسمر، جلده اسمر مو ذهبي، فيطلعون حمر. شنو عندنا بعد؟ عندنا هنا يعني هذا يطلع احمر، هذا احمر يطلع، هذا احمر، هذه الام حمراء. هاي اخوان موضوع اخر اقول لكم عليه، انا احب البدرنقات، احب تطلع لي بدرنقات اكيف، لان بدرنق طبق على احمر ما يغلط اصلا، ما يغلط يذب حمر زين، ما يغلط ابدا يذب حمر ماشي. فانا اكيف على البدرنق يعني مو شيء. انتم تعرفون بالعراق يجيب كل الطواير بدرنقات والفحل كله حمر سمر، او كل الفحل بدرنقات والطواير حمر سمر، او يعني اي احمر ادلع طيره ما شنو كلها ترهم، حتى الجوزي رام على البدرنق. فاني ما اكره البدرنق احبه، وبعدين الفرخ اللي يطلع لا حد يقول لي هذا يزق بدرنقات، مستحيله رهمه، حتى لو ابن بدرنقا ابن بدرنقو احمر رهمه على طيره مضبوطه يذب لك حمر، رهمه على طيره مضبوطه راح يذب لك حمر، ما يذب لك بدرنقات. هسه انا مرهمت هسه كل الفرخات ذولا يعني احتمال يطلع عندي كفة ثلاثة بدرنقات، بس جوزيات يطلعون بدرنقات ما شفت لحد الآن، لأن هذول الزواجي خل أراويكم إياها. بس لحظة خل أشيل هاي السرنجة، خل أشيلها أبقوا وياي، خل أرجعها بمكانها. شوف إخوان شوف هذا طارد عليها بعد مقدر قندره، بعد ابنهم ايش قدوته، هاي ايش قد يا ولدهم. شوفه نفتح ضوء زين، ليش ما جاي يطلع الضوء؟ دقيقة قوياية طلع الضوء. شوف اخوان ذول ايش قدهم طارد عليها. شوف هذا يعني هذا جاي اشك بيه بدرنق، بس ما ادري اخوان والله جنح احمر بس احمر فاتح يعني احتمال يطلع حني صفراوي ما ادري، اخوه احمر هذول ما ادري، خلي فد كم يوم ونشوفه زين. اللي هذول حمر، هذول ما عندنا مشكله وياهم حمر، ذول جوا الزواجل زين. هذا تعي 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 لحظه بس لحظه بس لحظه، اعذرينا اعذرينا مره خصتك. شوف هذول جوزيات، هذول يمكن ما يقبلون غلط جوزيات، لان هذول من شيكت رقم الحل 24 24. هسه راح نشوف الحل 24 شنو، هسه راح نشوف الحل 24 شنو، يعني هي 14 12 ب 12 24 يعني اخر حل جوه. هسه نشوف دقيقة حل 24، هذول جوزيات 100% 100%. هذول هذا دقيقة تعي 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 هذا أحمر ما يقبل غلط، هذا الموشم قلنا الموشم قاعدة هو أحمر زين. خلينا نشوف البقية حتى بعدين نحكي. تعال 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 بس نخصنا نخصنا بس، والله هذول كانهم حمر يعني. ها اوكي، واحد احمر وواحد هم مشكوك بي، ولا موشم هو بس صغير، ما اعرف ما اعرف ما اعرف، لان ما اقدر افتي بيها، لان فتيتها اكثر من مره وما نجحت زين. هذول راح اراويكم هذول شنو، هذول كنا شاكين انه جوزيات. شوف شوف شلون طلعوا نفس العملية، يعني ما أعرف هل جوزيات يعني حمص شجر بدرنقات ولا ما أعرف. خلينا نشوف الحل 4 والحل 24، خلينا نشوف حل 4 وحل 24 سيبينون من أمهاتهم
زين الحله اربعه انا اتذكرها، الام الاب احمر والام جوزيه، بس الاب ام جوزيه. هسه راح اراويكم اياه، شوف هذا الاربعه حفظوه رقم اربعه راح اراويكم اياه. هذا اللي الافندي اللي ما زاقهم طارد علن فيته، هاي زوج الحمر الحلوات، ترى تشوف حلوات يطلعوا كلش زين. هنا ايش عندنا؟ هنا عندنا ام حمر، هنا ام حمر. فاذا بس هذول شاكين بيهم، هذول هذول شوف هذول حله رقم أربعة وهاي حله رقم 24. بس راح نشوف الاربعه هذول 24 زين، البقيه كلها حمر، البقيه كلها حمر. ها قلنا ذولا ذولا ما اعرف شاكين بواحد زين، لان هذول جوي من هذا 15. هسه خلينا نشوف الاربعه وال24. اوكي تعالوا اخوان خلينا نشوف الاربعه وال24 شنو هم، شنو ابوهم وامهم. الاربعه انا اتذكرها، الاربعه ما تقبل غلط اتذكرها. هذه الاربعه، هذه الاربعه شوف هذه الاربعه، هذا الاب، هذا امه جوزيه اوكي، والامايه هاي، الامايه ذيك جوزيه، شوف هاي جوزيه هاي الامايه اوكي. فهذول الاربعه احتمال جوازي، واحد احمر واحد جوزي، ممكن ممكن زين. ال24 حل 24، هاي حل 24، هاي حل 24، هاي هاي الطيره صفراويه شوف حل 24، هاي الطيره صفراويه والفحل احمر، هذا الفحل هذا هسه راويكم اياه. وين وين الفحل، وين فحلها 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 فحلها، خلينا نشوف فحلها. والله ما جاء اشوف فحلها، فحلها يمكن هذا، اي هذا فحلها، هذا فحلها، هذا هم امه جوزيه، فاحتمال الدب جوازي، دبة جوازي ما اعرف. على كل احنا شو راح نسوي، انا شو راح اسوي، انا راح اغير الطبقات، اذا دبة جوازي اذا اريد جوازي اطبقهم، ما اريد جوازي اغير الطبقات مالتهم، هيك راح اسوي. ماشي حبايب، لان سولفنا وياكم، اتمنى سوالفنا تعجبكم، وارجع اشكر المتابعين اللي ذكرتهم واحد واحد، وجانا شخص اخير اسمه عباس، عباس 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 يمكن من بغداد ما اعرف منين، همي انا اهلا وسهلا بي وعلى راسنا نخليه والله. ماشي حبايب، بقى عندنا ذول اللي ما مفرخين، شوف هذا زوج، واحد اثنين ثلاثة ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، تسعة 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 زواج اللي نقلناهم جوا الزواجين، تسعة زواج من بيضة من فرخة من فقسة، هم راح تفقس وإن شاء الله الوقت جاي والفرخات جاية هواي إن شاء الله، وإن شاء الله ما يصير غير خاطركم طيب، وراح نفرشكم على الفرخات من تكبر همينة إن شاء الله. ماشي حبايب، سلمونا، أتمنى لكم كل خير وصحة وعافية.